كديروا بحال هكا وكتحاولوا تمسوا كاع هاد الاطراف ديال المناطق الحساسه. حد الفركه هي البنات. شوفوا كي كيلمعه الصراحه، ماسك اللي ما غاديش تندموا عليه، واعر بزاف. مرحب مرحب يا هلال، اهلا الجاليين، شفنا تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه، ومرحبا بالناس اللي دائما متابعيني ودائما كيدعموني بلي لايك ديالهم ولي كومونتات الزوينه اللي صراحه كيزيدوا بيا القدام. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لا روتين اللي كندير بالنسبه لشعري وجهي وكذلك حتى لوكور ديالي، يعني الجسم ديالي، وغادي نشارك معكم كذلك حتى المنتوجات اللي كنستعمل واللي لقيت عليهم نتيجه اللي مزيانه. اول حاجه غادي نوريكم دابا هي هاد الزيت ديال ليفيا ماروك. هو من بين الزيوت اللي صراحة إيفيكاس من أول استعمال. البنات كنقولها وكنعاودها، صراحة أنا من السيمانة الأولى بان لي المفعول ديالو، كيمنع التساقط، كيكثر الشعر، يعني كيساعد في زعما باش يطول لك شعرك دغيا. فاش كتبداوها البنات كتحسوا، فاش كديروا هكا شعركم كتحسوا بحال شعركم محرش، يعني دوك البصيلات كيبداو كينوضوا. فهذا زيت صراحة زوين بزاف، هو اللي غادي نستعمل دابا قبل ما ندي الحمام ديالي. ديجا درتو البارح، درتو في الليل وخليتو حيت البارح عارف راسي اليوم ما غاديش نمشي فين، واليوم ان شاء الله غادي نغسل، غادي نعاود عاوتاني نديرو. بالنسبه لهذا انا كنحاول نديرو في الجلده ديال الشعر ديالي وكذلك حتى في الاطراف. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو انا كيفاش كندير ليه، المهم كما كتشوفوا القرعه ديالو كيفاش دايره، كنشد هذا وكنفرق. البنات نجبد واحد البسيطه، المهم كنفرق بحال هكا، وفي هنا في هاد الفراغات هادو كنبقى ندير مقيطه وكنحكها بحال هكا. المهم انا هادي هي الطريقه اللي كندير، وكنشط كندير كلشي الفراغات اللي عندي، وهكا ما كتضيعوش الزيت، ما كيضيعش ومنها كيدخل مزيان لهاد هاد البلايص كاملين كما كتشوفوا. وبالنسبه للناس اللي مثلا دايرين الصوان وخافوا على شعرهم، راه ما تاثرش عليه ما حتى شي حاجه. انا ان شاء الله غادي نغسله وغادي تشوفوا، غادي نشوفوا قدامكم البنات، راكم عارفين دايره الصوان شعري، والخلفه بدات كتطلع كما شفتوا بحال هكا، كلشي هاد الفراغات كنحاول نقط فيهم نقيطه نقيطه، وكنبقى غادا هكا وكنحك. صراحه والله البنات هذا الزيت هذا زيت معجزه، قريت عليه بزاف ولقيت كاع الناس كيشكروه، داكشي علاش انا قلت نجربه. المهم بحال هكا وحاولوا تدخلوه مزيان، ومن الاحسن البنات ما بلا ما ديروا البلاستيك من الفوق، ديروا غير شوفوا تسخونه ولا غير الزيف ديال حياتي من الاحسن. هانتوما غادي تشوفوا واش غادي نغسل شعري معكم، غادي نوريكم كيفاش كيولي. المهم بالنسبه للاطراف كناخذ واحد شويه وكندلكم مزيان في يدي حتى كيسخن، هو راه دغيا تيسخن لكم في اليدين ديالكم. المهم كديروا بحال هكا وكتحاولوا تمسوا كاع هاد الاطراف هادو، خصوصا هنا اللي كيكون عندنا ناشف، ومن الاحسن انكم تقطعوا شويه من الشعر ديالكم، يعني كل شهر تحيدوا منه واحد سنتيم هكاك باش ما يبقوش عندكم دوك لي فوخش خارجين. المهم بحال هكا وحاولوا تدخلوه كامل للشعر. انا راه حتى هنا بدات كنوض ليا، بدات كتنوض ليا الخلفه، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، كامل هنايا هنا حتى هو، شوف راه كلشي بدا كنوض ليا الخلفه. هانتوما كلشي هادشي راه شعر جديد، شوفوا حيت الصراحه كله كان تيطيح ليا بزاف. المهم غادي نخليه دابا هكا تقريبا، غادي نخليه واحد ساعه حتى لساعه ونص ان شاء الله، وعاد غادي نغسل. ثاني حاجه اللي غادي نشارك معكم من هاد الماركه هادي ديال ليفيا ماروك، غادي نشارك معكم الغسول ديال المناطق الحساسه.
راه هاد الماركه هادي راه على اعلى ضمانتي صراحه. جربت المنتوجات ديالها وكذلك جربت بزاف ديال الحوايج عندهم والصراحه زوينين بزاف. بالنسبه للمناطق الحساسه انا هذا اللي كنستعمل، تقدروا ديروه من مره حتى جوج المرات في النهار. هذا في الريحه ديال العود الملكي. وكيف ما قلت لكم البنات هادو كاملين هاد المنتوجات هادو راه كلهم طبيعيه 100%. يعني واخا عندك الحساسيه واخا عندك زعما الحكه ولا شي حاجه، راه هادو منتوجات اللي ما غاديش تخافي منهم، منتوجات اللي ثقه، واي بلاصه دخلتوا تسولوا عليهم غادي يعطوكم معلومات ديالهم. دخلوا اليوتيوب، دخلوا سولوا على هاد الماركه دي، الصراحه ماركه اللي واعره بزاف. مهم الى خرجت ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الماسك هذا ديال الذهب اللي غنيه عن التعريف. فيه البودره ديال الذهب 24 كاره، وفيه كذلك العسل، فيه الزيت ارغان، فيه جام دوبلي ديال القمح، فيه الاليوفيرا، فيه الزعفران، وكذلك خشب الصندل، فيه شنو سميتو الكركم بالعربيه، الزعفران، الزعفران البلدي، وكذلك فيه الماء، وكذلك فيه حتى الشهد ديال النحل، وكذلك فيه حتى الويل دو كوكو، وفي اهم حاجه هي لا فيتامين او. صراحه اقسم بالله البنات هذا الى طوب طوب طوب، عرفتي من اول استعمال، خصوصا الناس اللي عندهم الحبوب. انا عن تجربه البنات انا غادي نقرب لكم الكاميرا، شوفوا راه هنا كل شيء وجهي كان عامر ليا بالحبوب، كنت كنعاني ما خليت ما درت لوجهي، ولكن هذا فجربته قسما بالله البنات الى كان روعه 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 روعه. خصوصا كما قلت لكم الناس اللي عندهم الحبوب، انا راه هنا هاد اللي كتشوفوا هنايا راه غير دي طراس، راه الصراحه الحمد لله بداو كيمشيو. غادي نخلي لكم واحد الصوره هنا باش تشوفوا وجهي كيفاش كان في البدايه ديالو، يعني هاد الصوره اللي غادي نوريكم هنا راه كان كتر من هكا. من بعد وجهي غير ما كنتش كنصور صراحه، كان عقدني وجهي، ناض ليا هنا، ناض ليا في الجبهه ديالي، فوق هنا، المهم كلشي كلشي كلشي، حتى في الشعر ديالي كان ناض ليا الحبوب. وبالنسبه للزيت صراحه ساعدني، اقسم بالله البنات الا ما بقاوش فيا الحبوب كانوا فيا هنايا، كندير هكا يديا وكنلقى الحبوب هنا. هنا ما نعاودش لكم كيفاش ولا، راه كان حالته غير دابا الحمد لله بدا كي بدا كيصفى ليا. بالنسبه لهذا تقدروه ديروه مره في كل يومين بحال هكا. واهم حاجه اللي عجبتني بزاف هي هذا القماش، هذا هو مصنوع من الكاكاو ومن القرفه، ريحته زوينه وبنينه. واهم حاجه انه مرطب 100%، عرفتي من اول استعمال كتحسوا بالترطيب في مكم، ما تيبقاوش فيه دوك التشققات اللي كيكونوا هنايا، ما تيبقاش يتقشر لكم، تقدروا تغسلوا هذا وتقدروا تخلوه، يعني حيت اصلا هذا ما هو طبيعي اللي فيه، ما خفتو حتى شي حاجه. وبالنسبه للمنتوج الاخير اللي صراحه عجبني بزاف هو هذا اللي كينفخ الشفايف، راني ديجا وريته لكم في الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه الافتتاح، شفتوا كيفاش كيجي. هذا فيه ريحه القرفه مجهده مجهده مجهده، غادي نخرج حتى هو وغادي نديرو ان شاء الله. المهم دابا كيف ما قلت لكم غادي نمشي باش نخلي شعري يرتاح واحد الشويه، غادي نخليه حتى يتشرب مزيان من هذا الزيت هذا اللي درت ليه، وغادي نمشي من بعد غادي ندوش وغادي نرجع باش نكمل معكم طريقه ديال تنشفه الشعر. غادي نوريكم حتى البلايص اللي دابا ولاو كينوضوا ليا، صراحه هذا الزيت راه عاوني بزاف باش يبدا يطول ليا شعري. راكم شفتوا في الفيديو اللي كنت شاركت معكم فاش درت الصوان شعري قداش كان وشعري دابا كيفاش ولا. فمهم خليكم معايا نرجع ونكمل معكم. وهاني رجعت ليكم، درت واحد الفركيه البنات تشهدها ليكم كاملين. ايوا المهم غسلت، حكيت واحد الحكايه سلام. المهم غادي ندوز دابا باش غادي ندير هادي البنات، صاري باقي فازك، غادي ندير هادي البنات باش نحيد باش نقاد حجباني دغيا، وهنايا نحيد دوك الزغيبات اللي نايضين. البنات اللي ديجا كيشوفوا لي فلوغ اللي كنحط لكم على وديت هاد لي ماشين هادو، صراحه راه عمليين وزوينين و تيلون الزغب زعما كما هو. هادي الا كنتو زربانين ولا مسافرين احسن ديروا بحال هادي، تحطوها ديما في الصاك ديالكم، فيها جوج ديال الريوصه راني ديجا شاركتها معكم البنات. هادي وهادي، دابا غادي ندير هادي اللي دايره بحال هكا، غادي نقي بها حجباني، شفتو هادي
انا هذه كنقولها فكرة الحل. شفتي كيفاش كيتنقى؟ شوفوا هذا كيداير. دابا حيدت هاديك، غادي ندير هادي وغادي نديرها لهنا. ودابا غادي ندوز باش نشف شعري. غادي نحاول نشفو بالسشوار، نشفي رانا شويه بعدا. بالنسبه للسشوار البنات غادي نشفو غير بارد ماشي سخون، وما غاديش ندير المشطه مكحزه هكا باش تنبان لكم. المهم ما تدوش على ديك الروينه اللي في اللور. البنات الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات هادو بقاو خلو لي تعليق باش هكا نبقى دائما نبارطاجي معكم اي حاجه خديتها اولا اي حاجه كنديرها. صافي غادي نحط دابا السشوار وغادي نشف الشكاكه. المهم شوفوا البنات غادي نشف شعري كيف ما قلت لكم غير بالبارد، وغادي تشوفوا غادي تشوفوا اللمعه اللي قلت لكم كتبقى في الزغبه يعني في الشعر من بعد ما كتستعملوا داك الزيت. وصراحه حتى في الاستعمالات ديالو غادي تلاحظوا باللي حتى الشعر ما غاديش يبقى يطيح لكم والله العظيم البنات. الا الصراحه النتيجه ديالو كتبان من السيمانه الاولى كيف ما قلت لكم، وغادي نوريكم كذلك حتى البلايص اللي بداو كيكبروا ليا، البلايص اللي غنوريكم زعما من بعد غادي تشوفوا بحال فيهم دوك التدرجات باش تعرفوا باللي راه الشعر بدا كيكبر. وراني وريتكم الخلفه اللي نايضه ليا كامل هنا في اللور وكذلك في هنايا شفتوها. المهم هانتوما معايا حتى نسالي ونكمل معكم. ها انتم البنات شوفوا واش كي شوفوا كي كيلمع صراحه خطير الزيت. شفتوا البنات كيف ما قلت لكم شوفوا هنايا هاد الرسولات. شوفوا هادي دابا اللي بدات تكبر، ها شوفوا كلها ملويه. وشتوني انا راه ما قطعت الفيديو ما حتى شي حاجه غير باش تشوفوا باش يبان لكم زعما الفرق. وكيف ما قلت لكم صراحه النتيجه ديالو كتبان صراحه كما قلت لكم من السيمانه الاولى. ها انتم راه ما عنديش لا هذوك زعما داكشي اللي الحرش اللي كيكون تحت لا حتى شي حاجه. شفتوني راه نشفت غير بالبارد ها هو، وتبارك الله راه تيطول الشعر البنات. خذوه بعينيكم مغمضين. غادي نكمل الجهه الاخرى ونرجع معكم. المهم هادي غادي نجبدها دابا بالبروشينغ باش تولي بحال هاد الزغيبات الاخرين. غير شويه ما كيحتاجش غير هذوك البلايص اللي شوفوا تبارك الله كنت قطعت حتى انا دابا طارت. واحد البونبون ديالو شتو. المهم دابا غادي ندوز باش ندير هاد الماسك هذا ديال الكولاجين والذهب. شوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش كتجي. كتجي ثقيله، شوفوا انا شحال درت فيه راه تقريبا قرب النص. المهم غادي نديرو دابا كامل على وجهي. من الاحسن ديرو يا اما يديكم يا اما هاد البانسو بحال هكا اللي كيكون قاصح شي شويه، ولا الشيطه ديال السيليكون. انا غير عكس ما فيا بينو تجيبها دابا
غادي نحاول نجمع شعري باش ما يتشدش ليا من هنا بصراحة. حيت هذا البنات غادي ينشف وغادي يتحيد، عرفتو دوك لي ماسك بيل اوف كيت غير كينشفو كتحيدوهم، كيحيد لكم لي بونوار، كيحيد لكم بزاف ديال الشوائب اللي كيكونوا في الوجه ديالكم. وكذلك الا ما كنتوش مثلا بغيتو تحيدوه هكا تهزوه زعما الا نشف، تقدروا ديروا شي بونجا ديروا فيها الماء، او لا ترشوا وجهكم بالماء وتغسلوه، او لا تمسحوه غير بالماء بهذاك ديك البونجا وصافي. المهم انا غادي نخليه دابا حتى ينشف وغادي نحيدو معكم ان شاء الله. ها انتما البنات، المهم خليته حتى نشفت ما بقاش كيلصق ليا، شفتو كيف بدا كيبان لكم تيتقلع من هنايا. غادي نبدا بشويه، نبدا من هنا احسن، وغيب شويه بحال هكا. انا باقي ما نعرفش مزيان، بالنسبه لهنا حاولوا تجبدوا بشويه على ودي هاد البلاصه هادي، شفتوا شوفوا كي كيبان. الصراحه ماسك اللي ما غاديش تندموا عليه، واعر بزاف وفيه بزاف ديال لي فيتامين. خصوصا الناس اللي عندهم الحبوب كيف ما قلت لكم راه دغيا كيتجمعوا. شوفوا كيفاش داير، والله البنات الا كيحيد حتى لي بوانوار. شوفوا ديك اللمعه ديال دوك الحبيبات ديال الذهب اللي فيه، هادي اللي قلت لكم ديال مينيسو. المهم انا غادي نمسح بها هنا هادشي اللي بقى ليا، الحبوب الحمد لله راه ما بقاوش، هادو راه غير طراس ديال اللي تخص ديال الحبوب. وصافي غادي نرش عليا شويه ديال الماء الورد غير بحال التونر باش هكا تشرب البشره. وغادي ندير الزيت ديال الجنجلان، اصلا راكم عارفين كيعطي لي ديغاتاسيون للوجه، وكذلك حتى اصلا هو اونتي ايغيتاسيون. بالنسبه لهاد القريعه هي اللي كنت خديت في داك عند هذاك المحل اللي كيدير هادشي د لومبالاج. كما شفتوا غادي نزغ عليه شويه، غادي نديرو حيت هاد الماسك بحال اللي كينشف لكم واحد شويه وجهكم، من الاحسن انكم ديروا شي سيروم ولا شي زيت اللي كيجي لكم مع وجهكم. شوفوا الدوره الدمويه كتبان لكم تحركت في وجهكم. صافي غادي ندهنو هكا مزيان وغادي نخليه. صافي ودابا غادي ندوز باش نرطب الفم ديالي، وغادي نستعمل كذلك هاد الليب سكراب ديال ليفيا ماروك. الصراحه هاد الكريم هذا
كيرطب بزاف بزاف بزاف، وكذلك كيدير لكم واحد التقشير اللي خفيف، وكذلك حتى كيعطيكم واحد شويه ديال اللمعه كتولي في الفم ديالكم، ريحته زوينه بزاف وما كتحسوش به حرش يعني في الفم ديالكم، حيت كاينين بعض السكراب اولا بعض المقشرات اللي كتلقاوهم حرشين بزاف. بالعكس هذا كما كتشوفوا رطيطب، فيه واحد الحبيبات ما عرفتش كيبانوا لكم ولا لا، شفتوا خفافين ديال القرفه وديال الكاكاو، كتبقاو بحركه دائريه بحال هكا. تنقص شويه بحال هكا، وغادي ندير دابا هاد اللبس دول. هذا البنات هو لو كود كور ديالي، صراحه كيساعد هذا شنايف باش يتنفخوا لكم، كيوليو بحال دايرين البوتوكس الفم ديالكم. هذا تيحرق واحد شويه ولكن حريق زعما عادي مستحمل. شوفوا انا هادي شحال صغيره عندي وهادي كبير. بالنسبه لهذا البنات كديروه وكتخليوه تقريبا من 5 دقائق حتى 10 دقائق وصافي كتمسحوه، كيعطيه واحد الفوليوم، وانتما انتما كتحكموا فيه على قد زعما قداش بغيتوه. المهم انا غنخلي غير شي شويه وغادي نحيدو، وغادي نبقى ندير حركه دائريه بحال هكا. حاولوا هاد الحواف كاملين ديال الفم ديالكم تديروا لهم بحال هكا، دابا غادي نستنى 10 دقائق وغادي نرجع لكم. المهم شوفوا البنات كيفاش ولا، انا خليته تقريبا غير شي 5 دقائق هكاك ولا 6 دقائق. نتوما الا كنتو مثلا بغيتو نتيجه اكثر من هكا يعني وطلع لكم هنا مزيان وتنفخ، خليوه مده لي مثلا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. شفتوا كيفاش كيجي؟ شوفوا صراحه النتيجه كتبان زوينه، وغادي تمسح هذاك شفتوا، وليت كنحس بيه بحال حاطي لي شي حاجه هنا. صافي غادي ندير دابا هذا المرطب ديال سيفورا، شوفوا كيجي زوين صراحه، قولوا ديري البوتوكس. المهم هانتوما كيجي زوين صافي. المهم هنا غنسد معكم الفلوق ديال اليوم، ان شاء الله الا عجبوكم بحال هاد الفيديوهات هادو ما تبخلوش عليا بالتعليق زوينه، سولوني على اي حاجه بغيتو، اللي ما نبقى دائما نشارك معكم الجديد او اي حاجه كنت كنستعملها ان شاء الله غادي نشاركها معكم. المهم في امان الله، نخليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وبسلامه عليكم.